بالنسبة لعبد الله كانت أول زيارة له للبلد، لذلك قام عبده بدور الدليل السياحي له. انبنت على عدة مراحل القلعة، كرمال هيك كل مرة يقدروا يعملوا مثل رينفورسمنت، يحصنوا محل فيها زيادة لحتى يكملوا يرجعوا يطلعوا فيها، لأنه تقريبا عندك 7 أبراج مراقبة. الأردن غنية كتير بعالم رياضة السيارات كلها، في عنا جولة من بطولة العالم للراليات الـ WRC كانت نظمت بالأردن، وطبعا وعن ننسى شغلة كتير مهمة لرياضة السيارات اللي هو سبق الملك حسين لتل الرمان. هيدا أقدم وأحلى وأجمل سبق إقليمياً موجود عنا، وأنا قدرت فوز فيه 3 سنين على التوالي 2008 2009 و2010. ما شاء الله. مرحباً.